أي تأثير على الشباب والرياضة في الفضاء الفرنكوفوني بعد تجربة 50 سنة؟ هكذا اختار صناع القرار عنوان مؤتمرهم بمدينة مراكش لمناقشة جملة من الأوراش والقضايا، لعل أبرزها تنزيل السياسات العمومية لشبابه في مجال الثقافة والرياضة بالنسبة للدول الناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية. الحدث هو عقد مؤتمر لوزراء الشباب والرياضة في الدول الناطقة باللغة الفرنسية، الذكرى 50، المؤتمر 37، ينعقد في المغرب تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، معالجة موضوع واحد، التحول المجتمعي ومواكبة السياسات العمومية لهذه التحولات المجتمعية. ساكنة شابة في العالم كله، السياسات العمومية الموجهة للشباب هل تستجيب التطلعات أم لا تستجيب؟ هذه الأسئلة الاستراتيجية المطروحة للنقاش. الحدث الشهيد في فصله الأول تسليم رشيد الطالبي العالمي وزير الشباب والرياضة مقاليد رئاسة المؤتمر الفرنكوفوني لوزراء الشباب والرياضة في نسختها 37، كما شكلت المناسبة فرصة لتكريم مجموعة من الوجوه الشابة في هذا الفضاء والتي أسهبت بعطائها المتميز في شتى المجالات. الرئاسة خدينا في المؤتمر في البنين السنة 2017، اليوم كان اليوم كنسلموا المهام الرسمية، لكن التحدي كبير جدا. احنا بغينا نخرجوا من داك يعني بعد 50 سنة تقييم، لابد انه نخرجوا بتصور جديد باش نعطيو دفعة وشحنة جديدة، وهذا لهذا السبب عطاو للمغرب هذا، لأنهم عارفين تبعوا الخطاب جلالة الملك في نيروبي في الافتتاح، عفوا في أديس أبيبا في الافتتاح ديال الاتحاد الإفريقي، واللي يعطي فيها توجهات كبرى. هذيك التوجهات بغاو جميع الأفارقة والدول الناطقة باللغة الفرنسية كيفاش نبلوروها إلى سياسات عمومية على المستوى الوطني. اجتمعنا اليوم في المغرب في ندوة وزراء الشباب والرياضة للبلدان الفرنكوفونية، ندوة مراكش 2019 لها طبع خاص، لأننا هذه السنة نحتفل بالذكرى 50 لتأسيس هذه المؤسسة. أهم ملف في جدول أعمال اليوم هو حصيلة 50 سنة في مجال الشباب والرياضة وتكوين الأطر وأنشطة أخرى في إطار الشراكة. اليوم كان أيضا مناسبة للوقوف على استراتيجية 4 سنوات المقبلة. هكذا وكعادته المغرب كان متميزا بحكمته وحسن ضيافته في تدبير هذه المحطة ذات العلامة الفارقة في الساحة الفرنكوفونية.